النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك صفوة الإسلامي. المناصير للزيوت والمحروقات. حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده. المركزية، وكلاء تويوتا ولكزس. مجمع الملك الحسين للأعمال. متابعينا متابعي طقس العرب الكرام في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وصحة. هذه نشرة جوية خاصة بآخر معطيات وتحديثات المنخفض الجوي الحالي. عبرت مع ساعات مساء الأمس البلاد جبهة هوائية فعالة عملت على هطول أمطار غزيرة في عموم المنطقتين الشمالية والوسطى. كانت كميات الأمطار كبيرة ومعتبرة خلال فترة زمنية قصيرة. نلاحظ معكم مثلا داخل العاصمة عمان تراوحت الأمطار ما بين 60 حتى 75 مليمتر في داخل العاصمة عمان حتى الساعة 8 من صباح هذا اليوم. مثلا المفرق 22 مليمتر، مدينة مادبة تقريبا بحدود 40 مليمتر، في حين وصلت الأمطار حتى المنطقة الشرقية برمتها حتى الحدود العراقية، في حين كانت تأثر المنطقة الجنوبية حتى ساعة 8 صباحا من هذا اليوم ضعيفا عدا المناطق الشمالية من محافظة الكرك، في حين أنه خلال الساعة الماضية بدأت الثلوج بالتساقط والتراكم بمشيئة الله بحمد الله في مناطق مرتفعات الطفيلة، كذلك الحال غربي محافظة معان في مرتفعات الشراء. هذا الفيديو مصور في منطقة القادسية ولواء القادسية والرشادية في إلى الجنوب من الطفيلة على ارتفاع ما يزيد عن 1500 متر على سطح البحر. نلاحظ معكم أن الطرق هي سالكة بحذر شديد والعمل جاري على فتح الطرقات في تلك المناطق. متوقع زيادة فرص ومعدلات تراكم الثلوج في تلك المناطق خلال ساعات مساء هذا اليوم وخلال ساعات الليلة القادمة وصباح وما قبل ظهيرة الغد، حتى تكون الفعالية الجوية في ذروتها فوق تلك المناطق بمشيئة الله. نلاحظ معكم من خلال صور الأقمار الاصطناعية لا يزال المركز الجوي المركز المنخفض الجوي الخاص هنا، نلاحظ معكم فوق أنه فوق الأراضي اللبنانية اندفعت كميات كبيرة من السحب الممطرة نحو شمال ووسط المملكة، تحركت لاحقا نحو شرق المملكة. نلاحظ معكم أيضا كميات كبيرة أخرى من السحب الممطرة تتوجه نحو سماء المملكة ودولة فلسطين خلال الساعات القليلة القادمة، ساعات ما بعد عصر ومساء هذا اليوم. كذلك حنلاحظ معكم أيضا سحب رعدية أخرى تتموضع إلى الجنوب من تركيا، هذه السحب أيضا في طريقها نحو الجنوب الشرقي لتصل إلى المملكة تحديدا وسطها وجنوبها مع ساعات بعيدة انتصاف الليلة القادمة وحتى ساعات صباح الغد، لتعمل على تشكل ذروة جديدة للفعالية الجوية بمشيئة الله. التوقعات الخاصة بالعاصمة عمان نهار هذا اليوم 6 درجات مئوية هي الدرجة العظمى المتوقعة في العاصمة عمان، تكون أقل من ذلك صوبة مرتفعات العاصمة مع أجواء باردة ضبابية غائمة معظم الأحيان. توقعات بتجدد الأمطار الغزيرة بشكل تدريجي مع ساعات ما بعد عصر هذا اليوم. لا يستبعد أن تكون هذه الأمطار الغزيرة مخلوطة بزخات غزيرة من البرد والعواصف الرعدية أيضا بالثلوج في مرتفعات العاصمة عمان، لكنها لن تتراكم بشكل مؤثر أو بشكل يؤدي إلى إعاقة مظاهر الحياة العامة بعكس المنطقة الجنوبية. التوقعات الخاصة بيوم غدا الجمعة لا تزال الأجواء مع منتصف النهار الأول لا تزال المملكة واقعة تحت تأثير ذروة هذا المنخفض الجوي، أجواء باردة غائمة هطول زخات غزيرة من الأمطار والبرد، كذلك الحال العواصف الرعدية والثلج لا سيما في الجبال العالية الجنوبية. أيضا لا يستبعد خلال ساعات فجر يوم غدا الجمعة تساقط الثلوج لساعات أو لفترات بسيطة في المرتفعات العالية في شمال وسط المملكة بما فيها مرتفعات العاصمة عمان، لكنها كما تحدثنا غير مؤثرة. مع ساعات ما بعد العصر ومساء الغد تراجع الفعالية الجوية بشكل واضح وكبير، يتشكل الضباب فوق العديد من المناطق مع انخفاض آخر في درجة الحرارة لتصل الصغرى إلى درجتين مئويتين فقط في العاصمة عمان. السبت الأحد استقرار عامل الأجواء مع تشكل للضباب ليلا في العديد من المناطق. كان كل ذلك حتى اللحظة. إلى اللقاء.